استنادا إلى حق الذي يكفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء في قضية لم تعد شخصية. إذن هذه الشكوى من قبل هذا التنظيم الذي لا يؤمن بالقضاء ما هي في الواقع إلا تحريض على قتلي واغتيالي، تجريم على القاعدة ذاتها لبيت موجود في هذه البلدة العريقة، بيت مشهود له في المحافظة على السلم الأهلي وعلى العيش المشترك في جبيل. أنا أتوجه الآن إلى حزب الله وإلى السيد حسن نصر الله وإلى أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة. سألوا كل العائلات الشيعية، سألوا المسلمين قبل المسيحيين، إذا هذا البيت حافظ على العيش المشترك إلى جانب الأحزاب الوازنة اللي كانت موجودة خلال مرحلة الحرب بهذه المنطقة أو لا. من وقت اللي ما أنتوا جيتوا بطل في عيش وطيرتوا كل شيء مشترك بيننا وبينكم. من يحرض على الحرب الأهلية؟ لقاء سيدة الجبل الذي أنتمي إليه، أم لقاء 14 أذار الذي قتل ولم يقتل، أم لقاء البريستول الذي حرر لبنان، أم لقاء أرنب شهوان الذي عمل تحت عباءة البطريرك صفير؟ هؤلاء يهددون السلم الأهلي بلبنان، أم الذي يهدد البلاد والعباد بمئة ألف مقاتل مزودين بترسانة مسلحة وصواريخ ذكية؟ مين اللي بيهدد؟ هذا البيت أم الذي يقيم دولة داخل الدولة ويجري قوانينه الخاصة والاعتباطية على الناس؟ ولكن ذلك كله لم يحجب حقيقة الأمر من أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة والقانون وعن قرارات الشرعية الوطنية والعربية والدولية هو أصل المشكلة وفصلها. ذنبي في نظر هذا الادعاء أني لم أخف ولم أطمع ولم أذهب إلى الحزب حتى أصبح نائبا، وإن هذه المنطقة لن تركع يوما إلا لله وليس لحزب الله. أنا ذاهب إلى المسؤول أمام القضاء غدا محصنا بحقوقي وبالحقائق الساطعة ومعولا على ما تبقى من نزاهة القضاء وصدقيته.